اهلا وسهلا وسهلا استاذ رامي. اهلا يا دكتوره، مساء الخير. مساء النور استاذ رامي. يعني قابلتك مشاكل كثيره في مشوارك السياسي، وقمت بتأسيس مؤخرا حزب الإصلاح والتنمية، وكان لك مشوار برلماني سابق، وكانت أمامك قوة كثيرة وحرب شرسة. هل تعود إلى هذه الحرب اليوم مرة أخرى بما زعم من أن لك يد في المخطط التآمري؟ اولا انا بمسي على حضرتك وعلى الساده الضيوف اللي انا مش شايفهم. معانا دكتور محمود عماره هيتكلم مع حضرتك. اتفضل. اهلا دكتور محمود. اهلا. صح سلم. ايوه اتفضل. انا بس عايز اوضح حاجه، يعني ان اللي تم نشره في جورنال المصري اليوم، وللاسف جورنال فقد مصداقيته في الايام اللي فاتت، لان كتر الاخبار الكاذبه حتى الرد بتاعي رد مختلق ولم يحدث، وان انا باسف ان في جورنال واخد هذه الشعبيه في مصر. يعني حضرتك ده رايك، بس هو نقل عنك اخبار انت بتقول انها غير حقيقيه. هذا الجورنال مصدر للكذب وللاشاعات، لانه لم يحدث ان اي مصدر مسؤول صرح بهذا، بل هي عباره عن تنظيم عصابي في هذا الجورنال. لا ده استاذ رامي انت بتتهمه. ايوه على معلش انا بتكلم على مسؤوليتي انا. ايوه وانا تقدمت ببلاغ. بلاغ ليس سب وقصف، بل بلاغ اقوى من كده، لان هذا الجورنال بيمثل خطر في الوقت الحالي على الامن القومي المصري. طب لماذا في رايك، يعني هل انت مستهدف؟ احنا طبعا مش انا مستهدف، ده تصفيه لتصفيه حسابات سياسيه على حساب شرف بعض الاشخاص. وعايز اذكر يعني ان كان انا ولا الدكتور ايمن النور ولا الاخت اسماء محفوظ. اسماء محفوظ. المهم النهارده تقدمنا ببلاغ ضد رئيس التحرير وضد المحررات الثلاثة اللي قاموا بهذه الخدعة، وإن شاء الله القضاء في وقت قليل جدا هيكشف هذا الكذب وهذا الافتراء. طب حضرتك يعني تفسيرك لهذا أن هذا مقصود ومتعمد لفقدانك مصداقيتك أو للإساءة ليك، وأنها تصفية حسابات؟ احنا في وسط معركه انتخابيه، الحزب بتاعنا ما حققش النتائج اللي كانت مطلوبه فعلا، اللي كانت مرسومه، لان الناخبين اختاروا طريق تاني، واحنا بنختار وبنحترم الصناديق الانتخابيه والنتيجه اللي هتصدر عن النتائج الانتخابيه. احنا الحزب بتاعنا هو يعتبر في المركز الرابع او الخامس، الخامس تقريبا بتاع الاحزاب اللي واخده كراسي لحد هذه اللحظه. احنا بنعتبر ان احنا في وسط معركه، وان هذا الجورنال خدم للاسف في معارك غير معاركنا. وانا بعتبر ان هذا الموضوع يعني موضوع غير صحفي وغير اخلاقي. طب حضرتك يعني بتشير إلى أن ده بسبب المعركة الانتخابية الحالية؟ بسبب تخديم بعض الصحفيين لصالح أحزاب أخرى قد فشلت تماما في الحصول على أي مقاعد في الانتخابات. وتحقيقات النيابة العامة هتبين في الأيام القليلة جدا اللي جاية مين كان وراء ايه يعني. لكن بالتاكيد حضرتك بتؤكد انه لم يعني توجه اليك اي استدعاء أنا او يا دكتوره يعني هل ممكن الثلاثه اللي كانوا نزلوا الثوره من اول يوم، ويوم 25 يناير و23 يناير و26 يناير و27 و28 اتسحلوا في الشارع، هيروحوا النهارده يقفوا في الثوره ازاي يعني؟ باي منطق او باي تخيال او باي هبل يعني؟
بس يعني ربنا يسهل. طيب أستاذ رامي أنا بشكرك على هذه المداخلة، وربنا يوفقك إن شاء الله، وبنؤكد أنه لم توجه لك أو يوجه لك أي استدعاء أو أي تهمة. لا بالعكس، احنا تقدمنا ببلاغ. وتقدمت ضد الجورنال وضد حضرتك ضد تقدمت ببلاغ، والأستاذ الدكتور أيمن نور، احنا والدكتور أيمن نور والأخت أسماء متضامنين سويا في تقديم البلاغ. شكرا استاذ رامي على الايضاح، ونتمنى لكم التوفيق في المرحله الثالثه ان شاء الله. شكرا. شكرا.